مرحبا، أنا معكم آية مراد، أخصائية تغذية علاجية وصيدلانية وكاتبة في مجلة نكهات عائلية وفاميلي فليفرز، ومعكم ببرودكاست من وراء المايك. اليوم رح نتحدث عن موضوع كتير بهمنا اللي هو المناعة، وخصوصا علاقتها بالتغذية. الجهاز المناعي مسؤول عن عدة من الأعضاء بقلب جسمنا، حتى إنه هو ممكن يساعدنا بتخفيف مش فقط العلاقة مع الرشح والأمراض الخاصة بالفيروسات أو حتى البكتيريا، بس كمان هو بقدر يساعدنا بالتخلص بكتير من مشاكل الخاصة بأمراض العصر، وخصوصاً إذا كان في عنا مشكلة المناعة عم بتكون هي مناعة ذاتية اللي بتسبب عنا السكري النوع الأول، أو حتى بتساوي عنا مشاكل بالغدة أو حتى بالجلد، والأكزيما والصدفية هي واحدة نوع منها. الجهاز المناعي صراحة للسيطرة عليه بتبدأ من مرحلة القولون، فإذا كان قولون تبع جسمنا بحالة كويسة والبكتيريا اللي بقلبه هي منيحة، فرح تكون مناعة تبع جسم الإنسان كامل صحيحة. الأمعاء مسؤولة عن امتصاص عدة من الفيتامينات والمعادن اللي بتساعدنا بالسيطرة على مشكلة المناعة، وخاصة منها اللي هي عم نحكي عن معدن الزنك، أو حتى معدن إحنا مش كتير مننتبه إله، هو معدن الكبريت. في الكبريت بيدخل بعدة من وجود الخلايا، جدار الخلايا اللي بتساعدنا بالدفاع الأساسي بالنسبة لجسم الإنسان، وخصوصاً أول مكان حماية لجسم الإنسان وهو جلده. أما بالنسبة للفيتامينات والمعادن الثانية فهي بتساعدنا كمان بالتخلص من مشكلة الضعف المناعي، فهو وجود فيتامين سي بكمية كتير كبيرة. ولكن إذا كان في عنا المناعة تبعتنا عم بتأثر على الجهاز التنفسي، فإحنا حاجتنا لفيتامين سي بتكون كتير عالية، وخلط فيتامين سي بالنسبة للسوائل وخاصة السوائل الساخنة، يعني مثلا لما إحنا بنقدر نقطع شوية زنجبيل ونحطه مع مية ساخنة بقدر يساعدنا بامتصاص فيتامين سي بكمية كتير عالية. هذا على إنه فيتامين سي كمان بيكون موجود بالفواكه والخضار، وخاصة منها الكيوي وحتى النجاس. الفلفل الحلو مصدر فيه فيتامين سي أعلى من البرتقال، فليش ما أنه إحنا نزيد هاي الكمية بحياتنا، خصوصاً إذا بدأنا بشعور بالمرض، لأنه هو بيقدر يساعدنا كتير بوجود طبقة عازلة وحامية ووقاية من غرس هذه الفيروسات بقلب جسمنا. معدن الزنك بيلعب دور كتير كبير بمناعتنا، لأنه بيدخل بأكثر من 2000 إنزيم وأكثر من 2000 هرمون بقلب جسمنا بيساعدونا بالسيطرة على مشكلة الرشح، ونقصه بيأثر بشكل كتير كبير بالنسبة لمناعتنا، فوجوده بيقدر يساعدنا بالتخلص من هاي المشكلة. بالإضافة لوجود الدهنيات الغير مشبعة، خصوصا منها اللي هلأ موجود عندنا بين إيدينا هو زيت الزيتون. زيت الزيتون مادة حاملة للعديد من المواد، فإذا خلطنا زيت الزيتون بشوية كبش قرنفل وبرشة ليمون وحطينا معهم شوية فلفل أو حتى حصلبان بيقدر يساعدنا كتير بالتخلص من مشكلة الرشح، بحيث إنه بيقدر يساعدنا ببناء جهاز مناعي قوي. كمان زيت الزيتون في قلبه الدهون الغير مشبعة اللي أصلاً بتدخل بتركيب الخلية. عدا على وجود الزيوت، في كمان عنا زيت الأوميجا 3 اللي موجود بالأسماك، وخصوصاً بالأسماك الزيتية مثل التونة والسردين، المكرل، وحتى موجود بالسالمون. فإذا إحنا أوجدنا هذه الزيوت اللي موجودة بقلب أكلنا بشكل كتير كبير، خصوصاً مرتين بالأسبوع، بقدر يساعدنا بالحماية والوقاية من مشاكل الرشح. الحفاظ على كمية السوائل بأكلنا كتير مهمة، فلما بدنا نطبخ من الضروري إنه نحن نحافظ على أكلنا ما يكون ناشف، نخفف قد ما بنقدر من المشاوي ونزيد الأكل اللي مليان سوائل، لأنه هذا بيقدر يساعدنا بتوزيع هذه المواد والمعادن بقلب جسمنا بكمية كتير كبيرة، وبالتالي بيساعدنا بتخطي من مشكلة نقص المناعة اللي ممكن يكون موجود بقلب جسمنا. كنت معكم أنا آية مراد ببرودكاست من وراء المايك.
وشكراً لكم.